طيب نقف مع الكرة في ألمانيا أو الأندية الألمانية والدوري الألماني تحديدا، لأنه باختصار شديد جدا ودي حقيقة، يعني ده مش وجهة نظر، دي حقيقة بتقول إنه الدوري الألماني هو صاحب أكثر الدوريات الأوروبية نجاحا في انتداب لاعبين مصريين. أكثر تجارب ناجحة للاعبي الكرة في مصر على مدار التاريخ الاحتراف كانت في ألمانيا، عندنا أسماء كتير جدا تألقت مع أندية كتيرة جدا في ألمانيا، هاني رمزي، سمير كمونة، ياسر رضوان، محمد عمارة، محمد زيدان وغيرهم من اللاعبين لو كنت نسيت حد يعني. وحاليا طبعا النجم المصري الوحيد في الدوري المحترف في الدوري الألماني عمر مرموش هو من يحمل لواء اللاعبين المصريين. مرموش زي ما قلت لحضراتكم بعد انتهاء الموسم هيسيب فريقه الحالي فولفسبورج وينتقل بالفعل بعد ما وقع عقوده على الانتقال لأينتراخت فرانكفورت. معانا واحد من نجوم بروسيا دورتموند السابقين ونجم طبعا سابق في منتخب ألمانيا، وحاليا هو المدير الرياضي لنادي فرانكفورت، وكان عضو أو سابقا كان عضو كان مدير رياضي لنادي فرانكفورت وعضو في رابطة الدوري الألماني، فريدي بوبيتش نجم الكرة الألمانية هو ضيفنا في السادسة من خلال طبعا الفيديو كونفرنس. جيل كان جيل ذهبي الحقيقة لبروسيا دورتموند، طول عمر بروسيا دورتموند الحقيقة فريق كبير ومدرسة كروية ليها بصمة خاصة جدا وقدمت للعالم كله مش بس للدوريات للدوري الالماني ولا حتى للانديه الاوروبيه اهم الاسماء والنجوم. خلينا نرحب بيه ونستقبله. بشكرك طبعا على مشاركتك معنا في السادسه واهلا بيك في قناه النادي الاهلي. يا هلو، شنو كريزنا، تحياتي لكم، تحياتي لمصر وسعيد جدا بوجودي معكم. فريدي بوبيتش، خليني الاول اسالك على بروسيا دورتموند بما انك انت كنت واحد من نجومه، وعد معايا الاسماء دي، نجوم كتير جدا قدمها بروسيا دورتموند لاهم الانديه في اوروبا، روبرت ليفاندوفسكي لبايرن ميونخ، جوندوجان، عثمان ديمبلي، وغيرهم وغيرهم كتير من الاسماء والنجوم الحقيقه اللي كان لو طبعا هالاند، ايرلينج هالاند النجم اللي انتقل لمانشستر سيتي وغيرها من الاسماء اللي كان لو كان بروسيا دورتموند حافظ عليها كان استطاع انه مش بس يحقق لقب البوندز ليجا لكن يحقق لقب الشامبيونز ليج. ايه السبب في تفريط بروسيا دورتموند في نجومه؟ نعم، بروسيا دورتموند هو فريق يعمل على تطوير اللاعبين على سبيل المثال ديمبلي لم يكن معروف للجميع، سانشو على سبيل المثال، لاعبين كثيرا الآن هم من التوب في العالم في أوروبا، روبرت ليفاندوسكي على سبيل المثال، هم عملوا على استقطاب هذه اللاعبين عندما كانوا صغار في السن وعملوا على تطويرهم واستثمروا كثيرا من الأموال ومن الجهود ومن الأموال وانتقلوا إلى برشلونة ومان سيتي على سبيل المثال دوندوجان ولاعبين كثيرا انطلقوا في أوروبا وانطلقوا إلى الفرق الكبرى في أوروبا، وهذا هو الغرض، هذا هو الهدف الأساسي من بروسيا دورتموند، يعمل على كسب أموال كثيرة من خلف هؤلاء اللاعبين ويستثمر كثير من الأموال ويعلم كثيرا أنه يكسب أيضا أموالا كثيرة. نعم، هو لم يركز على بطولات كثيرة مثل الشامبيونز ليج ولكن من أهم أهدافه هو استقطاب أموال أيضا كثيرة. طيب خليني أكلمك على تقييمك لتجربة النجم المصري عمر مرموش في الدوري الألماني. هو ما زال يلعب في صفوف فولفسبورغ ولكن طبعا أنت تعلم وأنت كنت مدير رياضي لنادي أينتراخت فرانكفورت أنه مضى وقع على عقود انتقاله بداية من الموسم المقبل لنادي فرانكفورت. رأيك في تجربة عمر مرموش وإيه المميز اللي دفع إدارة أينتراخت فرانكفورت للتوقيع مع النجم المصري؟ نعم، أتفق معك، هم يحتاجون عمر مرموش في هذا المركز لأن هذا المركز مهم جدا لأينتراخت فرانكفورت وهم في حاجة شديدة للاعب متميز مثل عمر مرموش. أعتقد عمر مرموش ظهر بشكل رائع وقوي مع فولفسبورغ في الآونة الأخيرة، وأعتقد من ناحية المالية هو لم يكلفهم الكثير من الأموال من وجهة نظري، وهو لاعب صغير في السن ولاعب مهم جدا ويمتلك موهبة رائعة وقدرات رائعة، وأعتقد هو مناسب تماما لسيستم أينتراخت فرانكفورت. كما نعلم أن أينتراخت فرانكفورت فاز ب الأوروبا ليج للعام الماضي وكان ينافس بقوة أيضا، وأعتقد أنه فريق
يمتاز بذلك ويريد المنافسة أيضا أوروبيا. اللي تتوقع أو تتوقع أنت بشكل شخصي في تجربة أينتراخت فرانكفورت مع عمر مرموش، وهل تتوقع أنه عنده القدرة على تطوير مستواه بحيث يسمح له ده باللعب لأحد كبار الأندية في ألمانيا أو حتى الانتقال خارج الدوري الألماني لدوريات أخرى في أوروبا؟ نعم، أعتقد هو لم يكن مستعدا أو في هذا الوقت للعب في دوريات أخرى على سبيل المثال الدوري الإنجليزي. أعتقد هو يحتاج على العمل على تطوير نفسه، تطوير عقليته، تطوير شكله من الناحية البدنية ومن الناحية الفنية أكثر وأكثر. لابد من أن يبدع أكثر وأكثر. أعتقد من نظري لم يكن مستواه مستقر من وقت للآخر، هناك بعض الذبذبة في مستواه الفني. وأعتقد أن عمر مرموش يستطيع أن يطور نفسه من وجهة نظري. أعتقد أن المدرب الحالي لأينتراخت فرانكفورت يستطيع أن يعمل معه بشكل شخصي وبشكل قريب لتطوير عمر مرموش، وهذا هو التطور للمرحلة والخطوة القادمة. في بداية كلامي في حواري معاك كنت بتكلم على أنه الدوري الألماني هو يمكن أكثر دوري في أوروبا شهد تجارب ناجحة امتدت لمواسم كتير مع عدد كبير من اللاعبين المصريين. هو أكثر دوري لعب فيه لاعبين مصريين في هو الدوري الألماني، واعتقد ان يمكن وانت بتلعب اكيد واجهت لاعبين مصريين، معرفش ده حصل ولا لا، لكن في عدد كبير من الاسماء اللي كانوا الحقيقه اصحاب بصمه مميزه. ليه قل عدد اللعيبه المصريه مقارنه بلاعبي شمال افريقيا وافريقيا في البونز ليجا وجهه نظرك؟ نعم، هذا جنون. أعتقد أن لابد على البوندسليغا والأندية الألمانية النظر إلى اللاعبين المصريين. نعم، أنا أعتقد أنهم لاعبين جيدين من الناحية الفنية ويمتازون أيضا بالتطبيع السريع وبالتداخل السريع مع العقلية الألمانية وعقلية الأندية. يعني نعلم كلوب أيضا واحد من المدربين العظماء الألمان. نعم، أعلم أعرف هاني رمزي، وأعتقد أنه من اللاعبين الأقوياء. كان في وقتي عندما كنت لاعب أيضا وواجهته هاني رمزي وأعرفه جيدا، وهو من أحد اللاعبين الأقوياء المصريين العظماء أيضا من وجهة نظري. نعم، هؤلاء اللاعبون المصريين يستطيعون التكيف بسرعة في البوندسليغا. أتفق معك، لابد على البوندسليغا وأندية البوندسليغا النظر مرة أخرى. نعم، نعرف محمد صلاح من أهم اللاعبين في العالم ولاعب مصري، ولابد من البوندسليغا من إعادة النظر. موسم قارب على الانتهاء، خرجت منه الكرة الألمانية خالية الوفاض. لا المنتخب الألماني قدر يحقق المتوقع منه في بطولة كأس العالم وخرج من الأدوار التمهيدية أو دور المجموعات، ولا الأندية الألمانية قدرت تواصل مشوارها، وخصوصا طبعا بايرن ميونخ البطل المرشح دائما للمنافسة على لقب الشامبيونز ليج. إيه سبب التراجع، وهل تعاني الكرة الألمانية في الوقت الحالي، وهل نتائج الموسم ده دليل بيأكد على معاناة الكرة كرة القدم في ألمانيا؟ بخصوص المنتخب الألماني، نعم، في نهايات كأس العالم الماضي وآخر بطولتين لم يظهر المنتخب الألماني بشكل رائع للأسف. أتفق معك، أعتقد هناك أندية أخرى استطاعوا أن يمتازوا ويتفوقوا على المنتخب الألماني. أعتقد على لاعبتنا لابد من تطوير نفسهم والوقوف مع نفسهم مرة أخرى. للعلم أنت تلعب للمنتخب الألماني، فلابد أن تطور نفسك وتعلم ذلك جيدا. منتخب الألماني هو منتخب البطولات، وبخصوص أو بالنسبة للفرق الألمانية، نعم، على سبيل المثال أينتراخت فرانكفورت العام الماضي هو بطل الأوروبا ليج، هذا العام لم يوفق. على سبيل المثال بايرن ميونخ للأسف في بعد دور المجموعات كان يظهر بشكل جيد ولكن خرج أمام المان سيتي. ليفركوزن كما نعلم سوف يلعب أمام روما في الدوري الأوروبي، أعلم أنه خسر المباراة الأولى أمام روما 1-0، وعنده مباراة مهمة جدا، مباراة العودة أمام روما. أنا أعتقد مع فرص باير ليفركوزن قد تكون هي الأفضل ما بين الفرق الألمانية لهذا العام. من الثلاث أسماء دول، مين هي من وجهة نظرك موهبة ألمانيا القادمة أو قائد منتخب ألمانيا القادم؟ جمال موسيالا
ولا ليروي ساني ولا جنابري؟ Ich liebe Musiala, muss ich ganz أعشق موزيالا. هو لاعب طبعا صغير في السن، لاعب من الناحية الفنية لاعب رائع قوي جدا. نعم، لا يستطيع الإنسان أرى أن جمال موزيالا يشكل خطر كبير جدا على كل الخصم الذي يواجهه. أنا أعشق هذا اللاعب جمال موزيالا. جود بيلينغهام نجم طبعا بروسيا دورتموند الحالي، والكلام كتير عن رغبة عدد من أندية أوروبا، من أكبر أندية أوروبا في التعاقد معه. هل يفرط بروسيا دورتموند في جود بيلينغهام في الموسم القادم؟ وإيه هي الوجهة اللي أنت تفضلها أو تفضلها لانتقال بيلينغهام في الموسم اللي جاي؟ بيلينغهام هو لاعب استثنائي. نعم، في عمره يعتبر من أهم اللاعبين، لاعب فعلا متعدد المواهب والأدوار، وأعتقد هو يمتاز على لاعبين كثير. أيضا أعتقد أن بروسيا دورتموند، أعتقد وأتمنى ذلك، أن يحافظ بروسيا دورتموند على هذا اللاعب على الأقل لموسم إضافي، موسم جديد. أعلم أنا أعرف بروسيا دورتموند يعمل على ذلك من أجل رفع القيمة السوقية وقيمة التسويقية لبيلينغهام، من أجل بيعه بشكل أفضل، من أجل الحصول على ترانسفير قوي بأموال رائعة عالية لبيلينغهام. محليا وكلام على البونز ليجا، مين النادي الأقرب لتحقيق اللقب من وجهة نظر فيدي بوفيتش؟ أنا متأكد أن بايرن ميونخ سوف أو لا يترك هذه الفرصة. أعتقد هو سوف يفوز باللقب. نعلم أن هناك فرق نقطة واحدة عن بروسيا دورتموند. أنا أتمنى، أنا شخصيا أعشق بروسيا دورتموند، وأتمنى بروسيا دورتموند أن يحصل على اللقب لهذا العام، ولكن المنافسة قوية لهذا العام. بروسيا دورتموند يشكل خطورة كبيرة على بايرن ميونخ في كمنافسة. أنا تمنياتي وأعتقد من وجهة نظري أن بروسيا دورتموند، أنا بايرن ميونخ هو سيفوز. بمناسبة الكلام على المنافسة في الدوري الألماني، هل تعتقد أنه، وده مش بس يأثر يمكن في البونز ليجا، لكن بيتهيألي كمان أثر في فرص البايرن في تشامبيونز ليج، خروجه من تشامبيونز ليج، هل أخطأت إدارة البايرن بإنهاء التعاقد مع ناجلزمان وتعيين توماس توخيل في منتصف الموسم وفي مرحلة كانت دقيقة جدا أو صعبة جدا من عمر المسابقة، سواء في الدوري المحلي أو في دوري أبطال أوروبا؟ بكل تأكيد هذا الوقت لم يكن وقت رائع، لهذا وقت خطأ من وجهة نظري، هذا خطأ كبير، لأن لم يكن التوقيت المناسب لاستقطاب مدرب جديد في هذا الوقت. توخيل هو مدرب رائع وكبير، ولكن هذا توقيت خاطئ من وجهة نظري. ناجلسمان هو مدرب أيضا قوي، وعندما قارنه بتوخيل، توخيل أيضا مدرب عظيم وكبير، ولكن أخطأت الإدارة من وجهة نظري. أعتقد هناك 50% يرون أنه أمر أوكي إيجابي، و 50% من الألمان يرون العكس، وأنا لا أتفق مع ذلك، لا أتفق مع الإدارة لأنه توقيت غير مناسب. مين هو أفضل مدرب ألماني موجود على الساحة النهاردة؟ يورجن كلوب. تتمنى أنه يستمر مع ليفربول، ولا بترى أنه عليه الرحيل بعد الإخفاق مع ليفر الموسم الحالي؟ نعم، أعتقد هو عنده فرصة، ما زال أمامه فرصة للالتحاق بالشامبيونز ليج. أعتقد هناك مباريتين، بعض النقاط، أتمنى يعني الاستمرار مع ليفربول، أتمنى ذلك، أن يظل مع ليفربول. ده طبيعي أن هناك بعض الإخفاقات قد تحدث. يورجن كلوب يستطيع العودة مرة أخرى بقوة، وأتمنى أن يدرب المنتخب الألماني في يوم من الأيام. يوم 10/6 الأنظار كلها هتتوجه لإسطنبول لمتابعة الدور النهائي أو المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا. الإنتر هيكون حاضر النهاردة، السيتي في مواجهة الريال. من ترشح ليكون طرف مع الانتر في المباراة النهائية؟ فرقتين أقوياء جدا، ريال مدريد فريق قوي سوبر، مان سيتي توب أيضا،
فرقتين سوبر من وجهة نظري، أقوياء رائعين من ناحية الشخصية، من ناحية الفنية، من ناحية كل شيء. أعتقد أن الفرقتين بالنسبة لي عادي، ما ليس يهم، لم يهمني من يفوز، سواء من سيتي أو ريال مدريد، فرقتين أقويتين. ولكن أريد أن أقول لك شيء، من سيفوز اليوم هو من سيفوز بالشامبيونز ليج. كيف تابعتم في ألمانيا عموما وفريدي بوبيتش بشكل خاص، كيف تابعتم تألق إيرلينغ هالاند، وهل ده كان متوقع بعد انتقاله من دورتموند للمان سيتي، وإزاي شفت أداءه ومستواه مع مانشستر سيتي؟ نعم، أنا هو بوي، هو ولد رائع من وجهة نظري، هو لاعب قوي خارق، يشم الأهداف من أنفه، هو يعلم أيضا كيف ومن أين يحرز أهداف. لاعب رائع، هو هدفه هو إحراز أهداف أهداف أهداف، هو مهاجم قوي جدا. وجوده مع مان سيتي فريق كلاسيكي، فريق عالي، فهو يساعده أيضا من أجل إحراز أهداف كثيرة وتحطيم أرقام كبيرة. هناك مشكلة، مشكلته مع منتخبه طبعا، للأسف لم يظهر بالشكل الرائع. أنا بعتقد طبعا أن كل عشاق السيتي مستمتعين بالمستوى اللي ظهر بيه إيرلينغ هالاند، لكن يمكن أكتر جمهور بيعاني أو بيتألم النهاردة بسبب التألق ده هو جمهور بروسيا دورتموند، اللي دايما بيشوف نجومه بيتألقوا وبيحققوا إنجازات كبيرة جدا بعد ما بيتركوا فريقهم. الحقيقة واحد من أفضل جماهير الكرة طبعا على مستوى العالم هو جمهور بروسيا دورتموند. فريدي بوبيتش، كان شرف ليا أنك تكون موجود معايا، بشكرك على مشاركتك وبشكرك على وقتك، كنت سعيد بوجودك معايا في السادسة، شكرا ليك. شكرا جزيلا، وهذا أسعدني أيضا، شكرا لكم. ده طبعا نجم الكرة الألمانية ونجم المنتخب ألمانيا وبروسيا دورتموند فريدي بوبيتش، كلمنا معاه عن الملف الأهم اللي يهمنا ويخصنا طبعا، انتقال عمر مرموش، اللي أتمنى الحقيقة ان انتقاله لاينتراخت فرانكفورت، وهو صاحب مشوار طويل وناجح في الدوري الالماني، بالتاكيد يكون بدايه انطلاقه جديده، لانه يستحق الحقيقه باصراره وبمجهوده وبموهبته اللي ما حدش يختلف عليها، بقى واحد من اهم العناصر الاساسيه لمنتخب مصر في الفتره الاخيره، انه يكون في واحد من الفرق الكبيره سواء في البوندسليغا او خارج الدوري الالماني في واحد من الدوريات الكبيره في اوروبا. خلينا نروح لفاصل، نرجع نفرد ورقنا وملفاتنا عن المواجهه المنتظره طبعا بين الاهلي والترجي، وايضا طبعا مواجهه الليله الحاسمه، كلاش العظماء زي ما بيقولوا، مباراه زي ما قال فريدي بوبيتش تليق بانها تكون المباراه النهائيه، وانه اللي هيفوز النهارده او هيتجاوز عقبه المباراه النهارده هو الاقرب لتحقيق لقب دوري الابطال السيتي في مواجهه الريال. كل التفاصيل في السادسه بعد الفاصل.